أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ وليد حامد، صاحب ومؤسس يلا سبورتس. أهلا أستاذ وليد. أهلا بك عبد الرزاق، أخبارك إيه؟ بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا، ومنهنيك بشهر رمضان مبارك، ونتمنى بداية تعرفنا المزيد عنك. سنة طيب الأول، ومشاهدين كل سنة هم طيبين. مبسوط أولا أنك معايا النهاردة، منورنا. شكرا. ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه وبسيطه على المشاهدين. ان شاء الله. بدايه استاذ وليد، ممكن تعطينا خلفيه عنك وكيف كانت بداياتك مع البزنس؟ طيب، انا اساسا مواليد القاهره، جيت الامارات 2001. بدات طبعا كموظف، قعدت حوالي 20 سنه موظف. وصلت، كنت اشتغلت في خلفيتي في الاي تي، فاشتغلت لغايه ما وصلت في التدرج لغايه كوربريت دايركتور في الكمباني، في اكبر مطور في الامارات. كان عندي يعني من الطرف الثاني، انا اساسا كنت متميز وانا صغير في الرياضه، خصوصا يعني تخصصي كان في كره القدم والسكواش يعني، فكنت تدرجت فيها، كنت يعني وصلت المراحل كويسه فيها. فكان عندي دبيت داخلي ان انا بعد فتره العمل كموظف هنقل بقى للماي اون بزنس وكده، وده اللي حصل فعلا. يعني انا وزوجتي بدانا شركه رياضيه، اتعملت اوفيشال تاسيسا كانت 2008. الشركه اسمها يلا سبورتس، وبداناها في التخصص الكوربريت بزنس في الشركات، يعني كنا بنعمل انشطه رياضيه ما بين الشركات، وحصل تطور للشركه ان احنا دخلنا في اداره المرافق الرياضيه، ومنها برضو يعني تطورنا ودخلنا في السبورتس اكاديميز للاولاد. يعني فهو ما شاء الله. استاذ وليد، ممكن تعطينا لمحه عن الخدمات اللي بتقدموها او المتوفره حاليا داخل يلا سبورتس؟ هو حاليا يعني احنا بندير مرافق رياضيه، وانتم النهارده معانا ان شاء الله ناخدكم جوله في المدرسه، هي مدرسه سلام كوميونيتي سكول. فاحنا بندير المرافق الرياضيه، عندنا اور اون سبورتس اكاديميز في كره القدم، في الباسكت بول، في السباحه، في الجمباز. في نفس الجزء عندنا جزء تاني في اداره الانشطه الرياضيه ما بين الشركات. عارف الشركات بيبقى فيه فعاليات تنافسيه ما بينهم، فاحنا بندير الانشطه دي، وفي نفس الوقت بنعمل انشطه رياضيه للشركه نفسها ما بين الموظفين، يعني حاجه زي التيم بوندنج ما بين الموظفين يعني. ما شاء الله. استاذ وليد، من خلال المنافسه الشديده الموجوده في الامارات، كيف تميزت بتقديم خدماتك؟ بص، هو نمره واحد الموظفين، فريق العمل بتاعنا هو ده اللي بيميزنا، انا شايف كده. واحنا عندنا الحمد لله فريق عمل قوي جدا. الحاجه الثانيه اللي بتميزنا هي اختيارنا للشركاء بتوعنا. يعني احنا النهارده هديك مثلا مثال، احنا في مدرسه العالم، مدرسه السلام كوميونيتي سكول، هم يعني متميزين جدا في المرافق الرياضيه، متميزين جدا في اداره الناحيه التعليميه. لكن تتخيل يعني مثلا في اداره المرافق في عقود صيانه في جميع المرافق بتاعتهم، فده اللي بيميزنا. احنا بنوفر مرافق رياضيه متميزه للكلاينتس عندنا، وده اللي بيميزنا يعني. فانا شايف ان اختيار الشريك ليك، فريق العمل، هو اللي بيميزك. تاني حاجه اللي احنا بنتميز فيها، انا شايف كده، احنا بنقدم خدماتنا لجميع فئات المجتمع. يعني انا ساعات بحس ان انا امجلتي قوي، ان انا لو في عميل جاي يطلب مني خدمه وانا اقول له لا مثلا، فاحنا بنقدم لجميع الفئات المجتمع كلهم. ما شاء الله ما شاء الله. استاذ وليد، لو حبينا ننتقل للمستقبل، شو النظره المستقبليه عندك للشركه وشو الخطط اللي بتوقعها؟ بص، دي نقطه مهمه جدا. احنا عندنا السيرفيس بتاعتنا، احنا عملنا ديجيتال ترانسفورميشن للسيرفيس من المانيوال، فاحنا متجهين ديجيتال كومبليتلي. احنا حوالي 70% من كل شغلنا بنعمله ديجيتال، بنحاول نوصل ل 100%. ده اول تطور بنحاول نوصل. التطور الثاني انا شايف ان هو نقطه مهمه للشركات ان جنرال في الامارات، هو تصدير الخدمات بتاعتنا. فاحنا من ناحيه الرياضه بنحاول ننقل السيرفيس بتاعتنا كلها تو بي ديجيتال، ونحاول نصدر. انا شايف ان دي نقطه مهمه جدا، واحنا بنشتغل عليها ان شاء الله في الفترات اللي جايه. ان شاء الله، اتمنى لكم الافضل. ربنا يخليك. استاذ وليد، من خلال تواجدك في الدوله لمده طويله وخبرتك الطويله صارت في مجال البزنس، شو نصيحتك لاي حد عنده اهتمام يقدم بزنس داخل الامارات؟ والله انا هرجع لك تاني، هو اهم حاجه اصرار في الشغل، اصرار في العمل، ديديكيشن مهم جدا، تقديم الخدمه لجميع انواع المجتمع،
تصدير الخدمة خارج الإمارات أنا شايف دي نقطة مهمة، مفروض كل القطاع الخاص في الإمارات يشتغل ويركز على الحتة دي. إحنا عندنا التولز والخدمات والإمارات بتقدم لنا كل الدعم، فأنا شايف إن دي نقطة مهمة لازم كلنا نشتغل عليها. أخيرا أستاذ وليد، بدنا نعرف ليش اخترت دولة الإمارات لتكون محطتك الأولى لإنشاء يلا سبورت؟ والله طبعا التاريخ تعرف من أول بداية الإمارات تاريخ الحديث، أنت في 71 والاتحاد، من ساعة الاتحاد لغاية الحين احنا شايفين ما شاء الله الشيوخ الإمارات قد إيه كان بيدعموا الإمارات وبيدعموا المجتمع داخل الإمارات، فده اللي شجعني على فكرة وشجع ناس كتيرة قوي إن هم ييجوا يتواجدوا هنا في الإمارات. يعني احنا لغاية دلوقتي بنشوف دعم كبير جدا من كل شيوخ الإمارات وكل قايمين على الدولة، واحنا مستمرين إن شاء الله. أخيرا أستاذ وليد، بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع يلا سبورتس. احنا عندنا طبعا الويب سايت بتاعنا yellasports.com، يقدروا يتواصلوا معنا في اي وقت عن طريق الموقع بتاع الشركة. شكرا جزيلا استاذ وليد، ونشكر جميع طاقم العمل في يلا سبورت، ونهنئكم بالشهر الكريم. انا بشكرك جدا وبشكركم لاهتمامكم وتواجدكم معنا النهارده. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.